تحسبني فيها عيب، ما فيش عيب. انا اقول لك يا اخويا مش تقولي اكحل، اقول لك ورني اكحل، اكحل ولا عبي، ما ذماش هذه، ما ذماش هذه، هاني صرفت واني عملت واني قديت، هذه رزق اموال دوله، هذه اموال عام. انا اخويا ما نحبش الفساد، نحب اخويا ما نصدق الا من رام عيني، فهمني؟ ما ذماش هاني صرفت واني اعطيت واني كذا، هل هاني 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 ما نحبهاش، نحب يا اخويا الفاتورات تعود جوستيفي. نعم. باش انا اقول لك راك سبعه، سينو باش تقول لي راني عطيت ولا يا ردي فيق، ما عندي فيق انا كي اخويا الدنيا علمتني، التجاره علمتني كاك، ما نفهمش انا، نفهم كان بجوستيفيكاتيف. باهي سي كمال، نحب نحكي لك كلام وتقبلوا مني لانه كلام الراي العام. نورمال. انا نحضر يعني ساعات مع الاخوه في حديث معناها في الشارع، نحكي معناها على الملعب الافريقي المزبورجي. معناها مع نعطيك مثال، مثلا مع سي توفيق مالي مثلا، يقال انه معناها موضوع الفساد المالي ولا الموضوع معناها المالي اصلا مش مطروح، لانه سي توفيق مالي سي معناها معروف ما شاء الله عليه، مش يعني تفكيره المادي مش سامحني في كلمه بالتفاهه هذه، انه معناها يحب يستقل الملعب الافريقي المزبورجي او يربح حاجه مزبورجي الفريق المزبورجي او حتى الجمعيه الكل. حسن أنا معناه شفنا كانوا في وقت من الأوقات خدموا الجمعية وحاولوا يطلعوا بالجمعية، علاش السنة بالذات؟ وليه مش يقول لك تنعطيك حاجة بسيطة مثلا، أنا في اللي في ليس عليه بتاع نعم. على الجوار السنة مثلا قنفلي أس ياسر قنفلي عمنا ولا عمنا ولا عمنا والأمور واضحة. ثاني حاجة اللي باش نقولها كي تعمل أنت تعمل شهرية قنفلي على شنو ناوي بالضبط؟ وقت اللي أنا عطيتك الثقة، وقت اللي يقول لك انا باغ اكزومبل اعطيني لي سالير تاع من الاول. باهي ثروزيامون اللي نقولوا انا يا خويا شنو فيه التقرير المالي؟ انا قلت نعمل اوديت، شنو مشكلتك انت؟ اذا كان انت ما عندك حتى مشكله شنو يقلقك؟ نورمالمون تو سي رابور، شنو اللي يقلقك انت؟ انا نحب نعمل تقرير مالي، شنو مشكلتك؟ تقرير مالي نحب نعديه على الاوديت ومن فلوس الخاسه. تقرير مالي تو انا عندي صافي كتر مواف في جمعيه، تقرير مالي من الدوله جاريه. الدوله موجود. حاطينه عنده استاذ حاتم شالع اللي هو بالنسبه لي راه شبه كومبليس معاه، فهمتني؟ علاش؟ علاش؟ خاطر هو هاو دخل في الهيئه التسيير هذه الجديده، ما عرفش بان سيف ونهار كله يقول راني انا لجنه مستقله، ما عرفش شكون اللي حط لجنه مستقله، وكمل الانتخابات بتاع راح نرموا لجنه مستقله تكمل الانتخابات بتاع راح، هو تو يدعي يكون لجنه مستقل. يعني ايش تحكم على النوايا سي كمال؟ خاطر صارت قدامي وهو يحكي لي هك انا لجنه مستقل، يا ولدي شكون اللي حطك لجنه مستقل؟ انا ما كلفتكش، كلمك توفيق ولي قبل مش تعرفك يا ولدي. ودي عندي دخلك في سجل الجمعيه بريتو لك عذو لك حد شيء محب مني منزلي انت ليجمي نقول لك ديريكت يا اخو انا جيت من سنين جيت مزبوقي وتعب مزبوقي متي لكن عندك حوايج اخرى انت بمخك مال تقول لي يا اخويا ترفلوش هذه بنا نلعب شو بالقانون لكن نتصدى لك انا ما حددتكش يا ولدي عاد الملف انا 200 عاد الوزن مزبوقي اش بيك نهار كل انت في كل جمعيه حاط خشمك شكون اللي حاطك انت يا ولدي ولي يومنا هذا موجود حتى بالمكشوف تلقاه يتكلم مع شكون اللي حتى وين يعطوه كلمه يتكلم على القوم 45 يا ولدي عاد منفذ راك انت شنو تحب تحرق البلاد انت على خلقك تحرق البلاد تروح الجم يتخيل هنا بلاد محروبه شد بلاصتك وريد يا ولدي محلك لا حطيتك انا ناطق رسمي نتاع الجمعيه لا حطيتك استاذ في الجمعيه دابا عرفتش انا علاش نتكلم كنت تحكي فصل 45 تلمندوب ديجا كي عملنا رينيو في المعتم دي فسر لك ال 45 يا ولدي يا ولدي خليك الرئيس الشرعي تحب ترد بسين غير شرعي لليوم برك يدوروا العباد يقولوا 14 راه باش نعملوا جلسه خارقة العاده فهمت ولا باش نعملوا انتخابات يا ولدي شكون يسرحها الانتخابات ونعطيكم حاجه اخرى بطاقه الخيرات اللي قاعدين يدوروا بها تو عندنا راهو فيها بي في يقول البي في اللي 43 بطاقه الخيرات راهو غير صالحه ومفعولها مشاء ما عادش صالح دوك هم يقولوا عنا منخرطين توفيق ولي مشى على روحه يا عباد انا حاط فيها بي في اللي بطاقات الانخراط هذوك مشاو على روحهم دونك البطاقات الانخراط جدد راهم عندي انا دونك ما غير ما تزيفوا الحقائق وتحطوا في عقليه المواطن اللي بطاقه الانخراط هذوك فالابل راهو سون با فالابل فيهم بي في دونك كل بشر بشرع بطاقه انخراط راهو يتحمل مسؤولي ولو انا ما علمتش ولا دعيت الجلسه نتاع انتخابي دوك اللي حبيت على الجلسه الانتخابيه راهو ماهوش رئيس جمعي راهو ما عنده حتى سيف سوى حاتم شالع سوى حاج خليفه المطمطي حتى حد راهو ما عنده سيره بالجمعي
محب مرحبا بك، أم باش تدخل في الجمعية راه ما عندك حتى صفة، وما تتكلم على الجمعية إلا ما تاخذ الاوتوريزاسيون تاعي. طب دروا لا في الإعلام باش تحكي في الجمعية لا في حتى شيء، حتى إنسان ما عنده دروا اللولانية مستقيلة أن با دروا باش تحكي على الجمعية ولا باش يبدا رئيس الجمعية. هذوك عباد ولت مواطنين عادي. دونك أريت باش تمشي للأكسجين ولا تجيبوا حنا بعض ولا تجيبوا له نيوز ولا سي إن إن، راهم ما تعملوا حتى شيء. إيجو تخدموا الجمعية، أنا ما قلت حتى حد ما يخدم الجمعية، مرحبا بكم. أما إذا كان جايين وعندكم وراكم نوايا راهو معايا أنا ما تعدوش. راكم ما تعدوش، الجمعية تتسخف عادتها. دخلتوهم الفيستيرات وعدوتوهم باش تخلصوهم ما خلصتوهمش، وعدتوهم باش تعطوهم بريمات ما عطيتوهمش. نهار كل وأنتم تتزايدوا على الجوالات راهو حرام عليكم. هذيك عباد تخدم على روحها، يا عباد تخافوا ربي، راكم مش تدوروا في كمال الزواغي، راهو كمال الزواغي راهو بعيد عليكم برشا من اي من جميعنا. راكم تمسوا فك الجوالات وتمسوا في احباء مجلس بورقيبه يحبوا الكوره ويحبوا خير مجلس بورقيبه، راكم كلش تمسوا في كمال الزواغي. كمال الزواغي راهو بعيد عليكم من اي من جميع النواحي، ماديا اخلاقيا تحب علي انت، راك تلزم تدور الجمعيه ما تدور فيها كمال الزواغي. دونك مادام انت تحب الجمعيه دونك مرحبا بيك، اما اذا كان انت تعمل في سابوتاجات مع الجوارات والا مع اشخاص يا حسب الواحد في القانون، راكم تمسوا في الجمعيه. راكم هلكتوا يا جماعه، يزي ما ضريتوا، كانت كنا ورا في الدبي تو شلكتوا شلكتوا اربع هزائم في ولد معاه من جرايركم من فعايلكم، وتوعدوا في الجوارات وما تعطوهمش. اليوم برك انا اشتري جوارات معايا يا سي كماش بيخليتنا، انا اقول لهم ما خليتكمش، راهم دخلت نباره دخلت عباد بيناتنا وانا ما نحبش نكبرها. راهم ما قلقونيش، راهم عندهم يعملوا لي، انما انا ما حبيتش نصعد الامور. راهي عباد تخاف من خيالاتها، انما انا ما حبيتش نصعدها الامور. قلت ثم يطيحش مع روحهم، وانا اقول لهم الاشخاص هذيا راكم رجال تاع الزعمان تاع ولاد صغار، وامريكم راهي تكشفت، والراي العام راهو مش تفهم بشار اللي تجيبوا فيهم، راهو الراي العام ماهوش صدق. الراي العام تاع كلام مش 30 بشر اللي هو نعرفوه في الستاد اللي من عام 550 وانتم هما في الستاد. ثم ناس راهي تحب ناس بورقيبه مش بافورسيمون يجوك في الستاد. ثم البرا العباد تتكلم تحكي، تعرف شكون كامل الزواغي. انا قلنا ذات الاكسجين ولا حنا دار برا مش سبر اراء، ما غير ما تخبوا ما غير ما يجيبوكم، كونوا اعلاميين محايدين. راهو الاعلام مش هك، راك عملتوا العار الضايع باش سيناد الداود غير في المكشوف يجبدني ولا ما نعرفوش. الى با دروا الى با دروا باش يجبدني. دونك ما تكلم على العباد اللي ما تشوف الراي الاخر. دونك هو مادام جبدني هو السيد اللي معاه هذاك فهمتوا لا، دونك السيد معمرين وما هو فكره مش سابقه باش تكون هكا وهكا. انت سمعتني انت باش تحكم عليا ويدخل اربع فرنك، انت تخدم بالمخشوف بالحسه يا اخي لو جعل فلوس. انت كانت 30 مليون حكايه فارغ عندك انت يا اخويا، هكوني خشخشي انت. لا يا اخويا انا من دعمت مجلس بورقيبه بتبيع ماديا، دونك لازمك تسمع الراي الاخر باش تحكم عليه. مش فايده تتكلم هكاك على فيبلات، احكم على البشر واطلبوا في التليفون وشوف شنو رايه. لا بروف ليك انتم اونيت، ما تجيبوش قناه حنا باع هذيا اللي يصوروا وتحطوا في تجاره شوتغارد. الناس بغينا تعرف شكون تجاره شوتغارد، محاصرين يعني جايبينهم من اشخاص معينين وبالوقت وبالدقيقه وبكل شيء. دونك نورمالمون انت باش تعمل انت انترفيو نورمالمون دور القهوه الكل وخليك كمال الزواغي، مش يحطوك في بلاصه معينه ويحضروا لك كعبات مونتاج وحاضر باش. اخي انت باش هذا كل اخي تشوف باش مواطن ناس بورقيبه سوبوا صغار في العمر ولا ما يفهموش باش انت تعدي علينا؟ احشم على روحك. هذا برنامج حد مكشوف، انا اقول له احشم على روحك خاف ربي، وتحب تزيد تثبت مليح زيد عاود ارجع لناس بورقيبه وزيد اسم نازليه وشكون كمال الزواغي. وتحب نعمل انتخابات؟ انا سوبوا انتخابات نعملوها عامه في استاد قدام الناس الكل، خاطر شكون كمال الزواغي؟ انتم ولا انا؟ الثلاثين نتاعكم ولا 500,000 اللي معايا انا؟ خلينا نشوف شكون نحب تكون كمال الزواغي، لكن نحب باش نكبر نفوس. انا جاي باش نخدموا البلاد ولا جاي باش نتعاركوا ولا باش نجي ننكحوا بعضنا؟ استاد راه يطوف، كل شيء راه يوف، رانا نخزنوا جوا بعضنا،
وهذه هي جمعيتنا نخزر الاولاد ولاد اولادنا اللي ثم ناس زواولة فهمت الله ما تنجمش بالزرف باش تحط بنت تعمل تسوي بسين ولا هوند ولا باسكيت انا نجم نعمل هذاك نجم يعمل وقت الزوالي مسكين يمشي في العفس دونك هات نخذوا بجمعيتنا ونخذوا بالاستاد نتاعنا ونخذوا راهو استاد راهي تسمى صغرى مصغره من منزل بورقيبه ابدوا نظفوا منزل الاستاد نتاعكم واخرجوا برا نظفوها بالعرض يد في اليد علاه تنقلوا على 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 ما عرفش قداه 100 ولا 200 مليون حكايه فارغه راهي الفلوس تمشي راهي حكايه فارغه الفلوس راهي يبقى كان عرض وتبقى كان السمعه ريت كي يجبدوا على مثلا سيموني رسولة اذا يكمل بيه دونك ما يجبدوش اكس ولا كريك اللي عمل كان خايب يا عباد خافوا ربي وخافوا ربي واخذوا لك للجمعيه بعين الرحمه واخذوا لك الزواوله لك الزواوله هذوك ما يجي يقول لك انا ولدي نحب يولي كذا وكذا وكذا لازم يلقى لي مويان وينك ما عندناش كورتين ما عندناش ادواج يسخفوا كوليدات الصغار في عوضنا احنا نلقوا حلول باش ناخذوا مسجد بورقيبه نجوا نحن نعكروها ونحطوا لي ونحطوا باش نحطوا العصا في العجله راكم الزواغ ما يتمسش انتو شابل وانا راه باش نقول لكم حاجه برك نقولها الاشخاص هذه اللي تحط العصا في العجله راني انا نعرف نسير راني تخلقت باترون ونبقى ديما باترون ما تخلقتش لا خدام لا ميزك راني انا باترون ونبقى ديما باترون وتحبوا تسلوا وسلوا اسلوا في اقل عقلكم راني نعرف نسير وبالنسبه للجمعيه بالنسبه لي انا راه حكايه فيها التسيير والتسيير راهو اون دومورا هو لا بون جيستيون والعدل راك تنجح في حياتك ماهيش حاجه صعيبه برشا راه والوقت خذ وقتك وابني على الصحيح ما قلتلكش راك مزوغ عصا سحريه باش يقودها في عام لا جي مونتون انا قاعدين نحكوا على عامين ثلاثه اربعه من بعد اربع سنين حي تشوف استاذ شنيا فجميع فهمتوا الرياضيات انا نحب نرجعوها نحن دونك علاش ما نبنوش غادي علاش ولادي مشيت بالزارة تجي لتونس عليه تفاي حرام تروح قعدنا مهزله تي قعدنا مهزله تي شنو هو مهز بورقيبه علاش السيابي مش خير منا راه الكلوب مش خير منا الاسبيروج ماهيش خير منا تظافر الجهود برك انا مرة بزوب نقابل الناس اللي يعيشوا في تونس وفي سوسه وفي الحمامات كي يحكوا لي على مهز بورقيبه يقول لي مسكين هذيك وحلت روحك قلنا لك راك العباد هذيا راك ما تجيش تخدم معاه قلت لهم ليه اذا كان انا نبعد عليها وانت تبعد عليها مسكينه مهز بورقيبه وانا عليك غمرت ونعرف الاشخاص هذه باش تعمل لك ايه لكن انا نقول لهم راني كنكم بالمرسات صحيح هربتوها ولاد البنت هربت مساكن تسخف هربتوها هاججتوها لكن انا راني نخدم حقي وحيري ما عنديش مشكله شادي لكم لهنا جول ومعايا رب ممكن هربتوها لعباد الاخرى مساكن انا لو بحاول قاعد لكم لهنا كي حجر كيلومتر معايا رب والقانون وانتم بر وامشوا المندوب وبر للوالي بر المعتمد رجل امور لكن ثم قانون يا ولد يا ولدي انا دخلت باش بقى يا ولدي ما تفهموش هذا صندوق كي يجي الصندوق نهاني يا شنو يا كان نجيب الفلوس من بعد هذه الجمعيه تحب تحطني على التوشه يا اخي مش بيك تحكي مع شكون تحكي انت يا اخي تحكي مع زين الحمد لله امي ولا شنو حكايه انت تشبيك يا ولدي يا ولدي عندكم شويه كرامه واحشم ارواحكم واحشم ارواحكم شنو يجي السيد تحط فلوس من بعد تقول تسمع الاخير تجميع يا ولدي عصابه هذا جناي ثم قانون يا ولدي تشبيك بالمعنى قلت تعيش كما دايا راك ما نعرفش نقول لك انا من بعد جات الجمعيه جيت تقول لي فهمت الله هذا ما عرفش اسلحه علاش ما قلتهاش من الشهر الاول من الشهر الثاني